نربط الاتصال بمراد مزيان المدير الفني للمنتخب الوطني للملاكمة ومدرب إيمان خليف. صباح الخير سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير وشكركم على الاستضافة. جيد، بداية بعد الجدل الأخير حول الملاكمة إيمان خليف، كيف هي حالتها النفسية ويعني قبل سويعات من خوضها لنزال النصف النهائي، وكيف ستكون التحضيرات اليوم قبل النزال؟ والله التحضيرات كما نقولوا راهي سيرة بشيء طبيعي، يعني خاصة بعد الهجمات الشرسة يعني قبل في الدور الربع النهائي كان ضغط كبير يعني رهيب على الملاكمة، ولكن الحمد لله تمكنت باش تسير هذا الضغط هذا، والحمد لله بفضل يعني دعم الجميع يعني على جميع المستويات، كل الشعب الجزائري كل دعم لي يعني خذاته إيمان خليف، تمكنت يعني الحمد لله باش تجوز للدور النصف النهائي وتضمن ميدالية برونزية، وهذا الشيء كان ساعد نقدر نقول أن الضغط هذاك يعني نقص مقارنة يعني بالدور الربع النهائي. فيما يخص الجانب الذهني راهي مركزة مليح على كل حال إيمان خليف على المنازلة راح تجرى اليوم إن شاء الله في حدود الساعة 9 مساء. نعم، في حدود 9:34 التاسعة وأربعة وثلاثين دقيقة وراي مركزة، ونذكر أنه إيمان راح تكون منازلة، راح تكون منازلة ثأرية على كل حال. كانت إيمان فازت على الملاكمة التايلاندية في البطولة العالمية في 2023، يعني فازت عليها بشكل 5-0، ونقدر نقول هي منازلة ثأرية، ما راحش تكون منازلة سهلة، ولكن إيمان خليفة راهي بعزيمة كبيرة كانت صرحته وأكدت أنها إن شاء الله يا ربي تحقق يعني الذهب، وراي مركز على هذه المنازلة باش تفوز بها وتوصل للدور النهائي من أجل تحقيق الذهب إن شاء الله. جيد، لو تضعنا في الصورة كذلك حول تحضيراتها اليوم قبل خوض هذا النزال. على كل حال هي مع الطاقم الفني المقرب لها، نعم مدرب شعو كذلك مدرب الكوبي، التحضيرات يعني يقدر يقول لكم شيخ إبراهيم هي خاصة على الجانب الذهني ما راحش تكون يعني تحضيرات كبيرة، لازم تركز. هما كانوا يعني عاودوا شافوا المنازلة تاع التايلاندية كما قلت لكم، ملاكمة نعرفوها وشفناها يعني في البطولة العالمية وكانت فازت عليها إيمان، كان نقدر نقول أنه في تطور من جانب تقني بالنسبة للملاكمة التايلاندية، يعني كل ظروف مهيئة، كنا شفنا كاع الجوانب اللي نقدروا نعملوا عليها من أجل الفوز على الملاكمة، وإن شاء الله إيمان خليفة راح تكون في الموعد من أجل اجتياز هذا الدور إن شاء الله. نعم، اليوم أنتم كمدربين كيف تتعاملون مع الحملة الممنهجة ضد إيمان خليف، يعني ضغوطات نفسية وكذلك حملة إعلامية ممنهجة على إيمان خليف بطلة الجزائر؟ والله الحملة هذه كانت المباراة تاعها هو من أجل يعني زعزعت يعني استقرار الملاكمة، لأنه نذكر أن الملاكمة خليف كانت حضرت بطريقة جيدة يعني بعد إقصائها من البطولة العالمية، وكانت عادت للمنافسة وشافوا يعني خصومها يعني تبعوها وشافوا التطور تاعها من جانب البدني وخاصة من جانب التقني، هذا الشيء هذا يعني نقدر نقول أنه أرعبهم، ما لقاوش يعني وسيلة باش يفوزوا عليها، يقول لك يعني في الجانب الرياضي شغل المستوى تاعها يعني مرتفع. ما يقدروش مرتفع ما يقدروش يفوزوا عليها في الجانب الرياضي، يعني كانت محاولات من أجل زعزعة يعني التركيز تاعها وباش يفوزوا عليها، ولكن الحمد لله إيمان خليف تمكنت يعني باش تتصدى، يعني ديجا هي الأولى وكذلك كل الدعم اللي كان
مساندها يعني كل الشعب الجزائري وكل السلطات، وخاصة يعني اللجنة الأولمبية الدولية اللي أنصفتها ودعمتها، ويعني وآخر بيان كان خرج به رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعني توماس باخ، وين ساند الملاكمة. هذا كله تحفيز بالنسبة للملاكمة، والملاكمة باش إن شاء الله تواصل في دربها من أجل تحقيق حلمها اللي هو تحقيق الذهب الأولمبي. الأكيد أنه دعم المدربين والفريق المرافق لها سيلعب دور كبير في تحقيقها الفوز اليوم ونيل الميدالية الذهبية مستقبلا إن شاء الله. لا إن شاء الله بالفعل، لكل حال كل يعني الوفد المرافق وكل خاصة المدربين وواقفين ساهرين على أنه الملاكمة تكون في ظروف جيدة وما ينقصها حتى شيء، وكل الدعم كما قلنا الشعب الجزائري وراء الملاكمة إيمان خليف، راهي نعاود نقول راهي مركزة على الهدف تاعها اللي هو تحقيق حلمها وتحقيق الذهب الأولمبي، وشيء نتمناه لها لأنها يعني كانت مرت ب يعني بظروف صعبة صعبة جدا، يعني كنت صرحت وقلت أنها أخذت قبل الميدالية الذهبية راح تأخذها بإذن الله، أخذت ميدالية الشجاعة، ونهنيها مسبقا على هذا الإنجاز وعلى هذا العمل الدائم من أجل رفع الرياضة الوطنية، وإن شاء الله يكون يدوي النشيد الوطني المرة الثانية إن شاء الله في سماء فرنسا إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا سيد مراد، كيف تقيم جاهزية الملاكمة إيمان خليف قبل خوضها للنزال النصف النهائي، وما هي استراتيجيتها لتحقيق الفوز في هذا الدور؟ والله قلنا كما قلت الجاهزية من الجانب التقني والجانب البدني هي في مستوى إيمان خليف، بعض الرتوشات اللي بقات وخاصة من الجانب الذهني، خاصة يعني هذا يعني عمل الجهاز الفني المقرب لها. كما قلت لكم كنا شفنا الملاكمة التايلاندية وكل الثغرات اللي تكون يعني نقاط الضعف ونقاط القوة اللي تمكن إيمان خليف باش أو الطاقم الفني وضع الاستراتيجية اللازمة من أجل النيل من أو الفوز على التايلاندية وتحقيق المرور إلى الدور النهائي إن شاء الله. طيب، كآخر سؤال، يعني ما هي رسالتك للجزائريين الذين يقفون مع إيمان خليف في هذه المنافسة وفي هذه والله المهنة؟ رسالتي هي نفس رسالة إيمان خليف، نشكرهم على الدعم هذا، وهذا على كل حد بالنسبة لنا كل الشعب الجزائري وكل يعني اللي يعرف إيمان من قريب ومن بعيد، أنه يواصل الدعم والوقوف إلى جانب إيمان خليف ويشجعها من أجل كما قلت تحقيق الحلم الأولمبي وتحقيق الذهب، من أجل الملاكمة أولا يحب الشوكة، ومن أجل رفع الرأي الوطني هنا في فرنسا وتحقيق يعني الذهب الأولمبي إن شاء الله. هذا ما نتمناه بالنسبة ونعاود نشكر يعني كل الدعم هذا اللي يعني شفنا بلي الشعب الجزائري كان وقفة رجل واحد من أجل مساندة البطلة تاعنا إيمان خليف، وإن شاء الله نواصله حتى النهائي من أجل تحقيق الذهب الأولمبي إن شاء الله. إذا مراد مزيان، المدير الفني للمنتخب الوطني للملاكمة ومدرب إيمان خليف، شكرا لك على كل التفاصيل المقدمة.